بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع، على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله إخوتنا المستمعين، وحيا الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. فإذا كان الماء طهورا متيقنا أنه طهور، وشك هل حدث فيه نجاسة تحول نجسا، فإنه يبني على الأصل ويبقى طهور، لأن اليقين لا يزول بالشك. أو بالعكس، إذا علم أن هذا الماء نجس ثم شك هل تحول إلى طهور، هل تحول إلى طهور، فإنه يبقى على الأصل، يبقى نجسا كما كان الأصل كذلك، ولا يكون طهورا إلا باليقين. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الانصراف من الصلاة إذا شك في انتقاض وضوءه، لأن الأصل أنه متوضي ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلافه. هذا هو أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة تريح المسلم الحمد لله، وتزيل الشكوك والوساوس عن الناس. وكذلك من الصور لو جاء على ماء لا يدري عنه لكن يشك هل هو طاهر، هل هو طهور ولا نجس، وقع في نفسه شك في هذا الماء هل هو طهور ولا نجس، نقول الأصل الطهارة، الحمد لله. الأصل أنه طهور، ما لم تعلم أنه نجس فتستعمله وتتوضأ منه بناء على الأصل، إلا إذا علمت أنه نجس فلا يجوز لك استعماله. نعم، الحمد لله. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم، إذا اشتبه طهور بنجس، عندك ماءان، واحد منهما طهور بيقين والثاني نجس بيقين، ولا تدري أيهما الطهور، فإنك تعدل عن استعمالهما جميعا، تعدل إلى التيمم. لأنك إن استعملت واحدا منهما لم تعلم أنه هو الطهور، ولا تبرأ الذمة مع الشك، وإن استعملتهما فقد استعملت النجس، فتعدل عنهما، تعدل عنهما إلى التيمم. إلى التيمم، لأنك تصبح في حكم عادم الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، فما قوله ولم يتحرى؟ يعني لا يتحرى أيهما الطهور، أيهما الطهور، وما غلب على ظنه أنه الطهور يستعمله، لأنه لا يكون بذلك خارجا عن حكم النجس. نعم، صلى الله عليكم.
قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني يتركهما فلا يقول أنا أريد أن أريقهما حتى أكون عادما للماء، يعني حتى لا يكون في حضرة ماء، حتى لا يكون في حضرة ماء، ولا خلطهما حتى يقول إنهما نجسان، إنه تنجس هذا الطهور حتى يكون على يقين أنه نجس، لا يلزمه ذلك، لا يشترط يعني لا يلزمه ذلك. نعم. ما هو معناه أنه يمنع من خلطهما أو إراقتهما، لكن لا يلزمه ذلك. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. نعم. أما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فالأمر في هذا سهل، يتوضأ من الاثنين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ثم يصلي صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه استعمل الطهور، واستعماله الطاهر بعده أو قبله لا يضر، استعماله الطاهر قبله أو بعده لا يضر، ويصلي صلاة واحدة كغيره. نعم. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني لا بد أن يكون في هذا على القول بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة، إلى ثلاثة. أما على القول بأنه ينقسم إلى قسمين فقط فإن هذا طهور بيقين، الحمد لله، لأن الطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. نعم. إذا كان عنده عدة ثياب بعضها نجس وهو يعلم عدد النجس، عنده مثلا 5 ثياب 3 منها نجسة، تيقن أن 3 منها نجسة لكن لا يعرفها بعينها، ففي هذه الحالة يصلي عدة صلوات بعدد الثياب النجسة، يصلي 3 صلوات مثلا، إذا قلنا إن 3 من الـ5 نجسة واثنان طاهران، يصلي 3 صلوات بعدد الثياب النجسة، ثم يصلي صلاة واحدة زائدة على 3 ليتيقن أنه صلى بثوب طاهر، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه صلى بثوب طاهر، لأنه صلى بعدد النجس وزاد صلاة واحدة من الثياب الأخرى، فيكون خرج عن دائرة الثياب النجسة إلى دائرة الثياب الطاهرة. هذا على المذهب، وإلا فالصحيح أنه يتحرى، وما غلب على ظنه أنه طاهر يصلي فيه، والحمد لله. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. نعم. كل إناء طاهر. الآنية لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الماء، وكان الماء من المواد السائلة يحتاج إلى ما يجمعه ويصونه، وذلك هو الإناء أو الوعاء الذي يكون فيه، فالماء يحتاج إلى وعاء يحفظه ويجمعه فيه، وهو الإناء. والإناء قد يكون من النحاس أو من الحديد أو من الخشب أو يكون من الجلود، كل ذلك يسمى إناء، وهو ما يوضع فيه الماء، ما يوضع فيه الماء هذا هو الإناء. نعم. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية فضة، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. نعم. كل الأصل في الأواني الحل، الأصل في الأواني الحل إلا ما استثناه الشارع، ولو كان هذا الإناء ثمينا، يعني ذا قيمة مرتفعة، فالأصل فيه الحل، لقوله تعالى: خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأواني مما
يتخذ من الأرض، مما يتخذ من الأرض فالأرض وما فيها من مواد ومنافع أباحها الله لبني آدم، ولا يحرم إلا ما كان ضارا أو نجسا. يباح اتخاذه أي اقتناؤه، اتخاذه يعني اقتناؤه، ولو لم يستعمله يقتنيه إما للزينة وإما للاستعمال في المستقبل وإما لبيعه أو غير ذلك من الأغراض، ما دام أنه مباح يباح اتخاذه أي اقتناؤه وتملكه، ولو كان ثمينا أي ذا قيمة مرتفعة، لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واستعماله في الحاجات، في الأكل في الشرب وفي حفظ الأشياء، يباح استعماله في كل الحاجات المباحة. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلا ما دل الدليل على تحريمه من الأواني، وهو آنية الذهب أي المصنوعة من الذهب، أو الآنية المصنوعة من الفضة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالإناء المصنوع من الذهب أو من الفضة يحرم اقتناؤه حتى ولو لم يكن للاستعمال، كأن يكون للزينة أو للتحفة، يحرم اقتناؤه ويحرم استعماله، وهذا بنص الحديث النهي عن الأكل فيها والشرب فيها، وأن ذلك من عمل الكفار، وأنه يجرجر في بطنه نار جهنم إذا شرب فيها. وذلك والله أعلم لما في استعمال أواني الذهب والفضة من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولما فيه من التضييق على المسلمين بكسر سكتهم، لأن الله جعل الذهب والفضة أثمانا للأشياء وقيما للأشياء، فإذا عدل بها إلى جعلها أواني وما أشبه ذلك، فهذا يضايق المسلمين في سكتهم مع ما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وعلى هذا فيحرم استعمال الذهب واتخاذه في الأواني أو في الأبواب أو في الساعات لا، هذا في اللباس يأتي. نعم. في الأواني أو في الأبواب أو في السيارات، أو حتى يجعلون في مقاعد وكراسي الحمامات كما يذكر من عن أهل السرف وأهل الترف، فلا، هذه كلها لا تجوز لما فيه من السرف والخيلاء كسر قلوب الفقراء. نعم. لأن هذه الأشياء مقيسة على الأكل والشرب، لأنها نوع من الاستعمال، لأن هذه الأشياء نوع من الاستعمال. نعم. ومضببا بهما، سواء كان الإناء من الذهب والفضة خالصا أو كان غير خالص، بأن يكون الإناء فيه شيء من الذهب أو من الفضة، بأن يطلى بالذهب أو يزين بالذهب أو الفضة، ويكون فيه خلط منهما ظاهرا يلمع أو يطلى
أو يجعل على شكل مسامير أو نحو ذلك، كل هذا حرام، لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه، النهي عن الشيء نهي عنه وعن أجزائه، فاستعماله لما فيه شيء من الذهب هو استعمال للذهب، فالذي يشرب في إناء فيه شيء من الذهب مثل الذي يشرب في إناء الذهب الخالص. نعم. قال: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. اتخاذها واستعمالها بينا، ولو على أنثى يعني لا يجوز للأنثى أن تتخذ الإناء من الذهب وأن تستعمل الإناء من الذهب في الأكل والشرب والقنية، ولو كان يباح لها التحلي بالذهب فإن اتخاذ الإناء ليس هو من نوع التحلي. نعم. إنما رخص لها بالتحلي لأنها بحاجة إلى التزين به للزوج، أما الإناء ونحوه فهذا لا يدخل في التحلي وليس هو بمعناه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا عام للذكور وللإناث. نعم. قال: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتصح الطهارة منها من آنية الذهب والفضة، صح أنه يتوضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة، الطهارة في حد ذاتها صحيحة لتكامل شروطها، لكن يأثم باستعماله الذهب والفضة، فيصح تطهره من إناء الذهب والفضة مع الإثم، فلا يقال له إن طهارتك غير صحيحة، لأن الطهارة متكاملة الشروط والمواصفات الشرعية، لكن استعماله لآنية الذهب والفضة استعمال محرم فيأثم عليه. نعم. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا استثناء من التحريم، قال: يحرم المضبب بهما إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، فتجوز بهذه الشروط الأربعة: الشرط الأول أن تكون ضبة، والشرط الثاني أن تكون يسيرة، والشرط الثالث أن تكون من فضة لا من ذهب، والشرط الرابع أن تكون لحاجة، فإذا توافرت هذه الشروط أبيحت الضبة من الفضة، والضبة معناها شعب الإناء أي خياطة كسره وإصلاح كسره بخيط من الفضة، لأنه كان من عادتهم أنهم إذا انكسر الإناء فإنهم يشعبونه، يعني يخيطون كسره، ما يسمونه التشريط عند العوام، يشرطونه يعني يخيطون هذا الكسر ويلمون بعضه إلى بعض وبضبة من الفضة. والدليل على الإباحة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من الفضة، أي أنه أصلح هذا الكسر وجمع بين جوانب كسر هذا الإناء بضبة من الفضة، فدل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز. نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني ما دامت أبيحة الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء وجاز استعمال هذا الإناء الذي فيه هذه الضبة فإنه يكره مباشرة هذه الضبة من غير حاجة بأن يشرب من جهتها أو يستعمل الإناء من جهتها، لأن في هذا نوع استعمال للفضة فيكره، لكنه ليس بمحرم، لكنه يكره من باب الاحتياط والابتعاد عن المنهي عنه.
نعم، لغير حاجة. فإن احتاج إلى أن يستعمل الإناء من جهة الضبة فلا بأس بذلك، الله بأن الله. كان لا يمكن قبضه أو الأكل أو الشرب منه إلا من الجهة التي فيها ضبة الفضة فلا بأس بذلك. أما إن كان يمكنه ذلك من جوانب الإناء الأخرى التي ليس فيها ضبة فهذا أحسن. نعم. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. تباح آنية الكفار التي يستعملونها، تباح للمسلمين أن يستعملوها إذا اشتروها منهم أو الكفار أعطوها للمسلمين هدية، أو استولى المسلمون عليها في الحرب وغنموها، فإنه يباح استعمالها. وإن كان قد سبق أن الكفار يستعملونها، وذلك لأن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار خصوصا إذا استولوا عليها في المغانم، ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يتجنبونها أو أنهم كانوا يغسلونها، لأن الأصل الطهارة والحمد لله، والأصل الإباحة. ولأن الله أباح لنا المغانم، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح لنا المغانم من الكفار، وأباح لنا التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والاستيراد، فنستعمل ما صبغوه وما نسجوه وما قاموا بصناعته وما يستعملونه لطبخهم وشربهم، يباح لنا استعماله، لأن الأصل الإباحة والطهارة ولله الحمد، ولأن الصحابة كانوا يستعملونها، إلا ما كان منها يستعملونه في النجاسة كشرب الخمر وطبخ لحم الخنزير، فإذا علمنا أنهم يستعملون هذه الأواني في مواد نجسة فإنه لا يجوز لنا استعمالها إلا بعد غسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني الكفار وهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. فهذا في الذي يشاهدون يستعملونه في النجاسة، أما الذي لا يعلم عنه شيء فالأصل فيه الطهارة والأصل فيه الحل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره عدم الماء، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يطلب الماء، فوجدوا امرأة معها ماء قد جاءت به من مكان بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرغ منه وتوضأ منه هو وأصحابه، مع أن هذه الراوية من أواني الكفار، لأنهم هم الذين دبغوها وهم الذين أصلحوها، فدل على استعمال أواني الكفار وأنه لا حرج على المسلمين في ذلك. وكذلك ثيابهم يجوز للمسلمين أن يلبسوها حتى ولو وليت عوراتهم، يجوز للمسلمين أن يلبسوها ويستعملوها، لأن الأصل فيها الطهارة، ولا يتنجس الشيء إلا إذا تيقنا وجود النجاسة فيه، وإلا فالأصل الطهارة. وما زال المسلمون يستوردون من الكفار الملابس ويلبسونها من غير أن يغسلوها، وهذا من يسر هذه الشريعة الإسلامية، إلا إذا علم أن فيها نجاسة فإنها يجب غسلها. ولهذا قال: إذا جهل حالها، أي حال الأواني وحال الملابس، فالأصل فيها الطهارة وحل الاستعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
الميتة محرمة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. والتحريم يتناول جميع أجزاء الميتة من لحمها وجلدها وجميع أجزائها. والميتة نجسة، والميتة المراد بها ما زهقت روحها بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة، فهي حرام وهي نجسة، فلا يجوز استعمال جلدها لأنه نجس، لأنه نجس منفصل منها، إلا إذا دبغ. والدباغ هو تنشيف الجلد بمواد حادة كالقرض وغيره من المواد التي توضع مع الجلد ويمكث مدة وهي فيه حتى يتنشف ما فيه من الرطوبات، هذا هو المدبوغ. فاستعمال جلد الميتة قبل الدبغ حرام ولا يجوز وهو نجس، أما إذا دبغ فإنه يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، بشاة ميتة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني الدبغ. في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا إن كان من جلد ما تعمل فيه الزكاة لو ذكي فهذا لا إشكال في أنه يحل استعماله بعد الدبغ، يحل استعماله بعد الدبغ إن كان مما تعمل فيه الزكاة، كجلود ميتة بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم والضبا ونحو ذلك، مما تعمل فيه الزكاة. أما إن كان مما لا تعمل فيه الزكاة كجلود الكلاب والقطط وما أشبه ذلك، فهذا الصحيح أنه لا يطهره الدباغ، أنه لا يطهره الدباغ، لأنه نجس العين، لأنه نجس العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره. وكذلك جلود السباع كالأسد والنمر والذئب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. أما جلود بهيمة الأنعام الميتة كالبقر والغنم والإبل فهذه هي التي يجوز استعمالها بعد الدبغ، لكن المصنف يقول استعمالها في يابس، في يابس. نعم، قال: ويباح استعمالها بعد الدبغ في يابس. في يابس يعني كالحبوب والثمار توضع فيه دون الماء، يعني دون المائع، فلا يوضع فيه السمن ولا يوضع فيه الماء، لأنه جلد ميتة، وقد يسري شيء من هذا الجلد إلى هذا المائع وهذا السائل فيتأثر به. والصحيح أنه إذا دبغ جلد الميتة مما يؤكل لحمه إذا ذكي، الصحيح أنه يستعمل في اليابس وفي المائع، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقراض. قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. ولبن الميتة نجس لأنه منفصل عنها فلا يجوز استعماله، لأنه من أجزاء الميتة لبنها. نعم. وكل أجزائها نجسة كالعصب والعظم وكل أجزاء الميتة فإنه نجس غير شعر، لأن الله حرم الميتة: حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل أجزاءها لأنها منها، غير ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة أي لا يحله شيء من الدم
كالشعر والقرن والظهر، فهذه أشياء في حكم المنفصل، هذه الأشياء في حكم المنفصل، فيجوز أخذها، يجوز جز شعر الميتة ووبرها واستعماله لأنه لا تحله الحياة وهو في حكم المنفصل، كذلك قرنها وكذلك ظفرها، كل هذه الأشياء لا تؤثر فيها نجاسة الميتة لأنها في حكم المنفصل. نعم. قال في آخر باب الآنية: وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته، فإن كانت ميتته طاهرة ومباحة فهو طاهر ومباح، وذلك كالجراد والسمك، قوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. أما إن كانت ميتته نجسة ومحرمة فإنه يكون محرم، وذلك كسائر الحيوانات، إذا قطع منها عضو وهي ميتة وهي حية فإن هذا العضو الذي قطع منها حرام ونجس ولا يجوز استعماله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل الجاهلية كانوا يقطعون شيئا من البهائم وهي حية ويأكلونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلونها، يقطعون منها ويرسلونها. نعم، يقطعون شيئا منها ويأكلونه ويرسلونها حية ولا يذبحونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان، ولأن ما أبين منها وهي حية فهو نجس فلا يجوز استعماله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا هذا نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.